إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نفس الجينيسيس برضه 2016، جيت أفك المسامير عن طريق الماسورة. فعندي هنا مسمار من المسامير مفقودة، بقية المسامير كلها إن شاء الله طيبة. أيضا برضه حتى في مسمار من المسامير اللي هنا يعني شوي ماسك، فدائما بعض البناشر للاسف لما يفك المسامير ما يسنتر الصواميل سنه سنه، وبعدين يشدها تدريجيا خفيف لين توصل للنهايه، ويحط الشد القوي حقه الدريل. لكن للاسف بس مجرد ما يحط السنتين وقام ضغط الدريل بشكل قوي، فتلاقي مع قوه الدريل والشد أحيانًا يظل السنة يصير فيها مشكلة، فيصعب في الفك، وتكون نفس ضحية هذه، صارت معي برضه في سيارة أكثر من سيارة، وسبب إنه دائمًا مشكلة البناشر إنه ما يشدون بالشد الخفيف لين تكتمل الشد الكامل، وبعدين يشدون صح. الضغط القوي دائمًا يخرب السنون. هذا بس للتوضيح. الآن اليوم لا راح برد، لكن عندي لاحظ هذا الأمامي اللي فيه المسمار هنا مكسور، هذا واحد ما طلع عليه بالعافية وصار حار بسبب انه برضو فيه سنة متآكلة، فكت صامولتين بالعافية. باقي عندي هنا هذه واحدة ما هي راضية تفك، ايضا نفس ضحية هذه، تم تركيبها بالقوة والحين عايز تفك معي حتى بالدريل ما فيه. فاحتمال الان لما افكها بالعتلة راح تنكسر عاد، هذه مشكلة. فعشان نغير الصامولة مع المسمار تحتاج إلى فك الكليبر بالكامل طلع الهوب. لكن الحين الإشكالية إنه ما تلاقي نفس المقاس حق المسمار ده. السابق صارت معي في الجينيسيس 2016، واللي وجدناها حق السيارات الكورية، بس إنه المسمار طلع أقصر. لكن نشوف الآن اللي كنت خايف منه صار، هذه الآن المسمار انكسرت. لاحظوا عندي هنا واحد، هذا القديم وهذا الجديد، الله المستعان. الكليبر الأيسر أطلع عن الفحمات، المسامير، الخوابير، التيلة. أنا مضطر أفك الكليبر بالكامل عشان أطلع الهوب، هذا اللي فيه مشكلة عندي في المسامير. برضو نفس الأسلوب، استخدمنا المسمار هذا بالشد عشان أفك الهوب. طلع عندي الهوب تحرر خلاص، بس أفك الآن الكليبر وأطلع الهوب وأرجع الكليبر مرة ثانية عشان يثبت حتى أخلص مشكلة في المسامير. لاحظ المسامير متكسرة، راح الآن أضربها بالشاكوش تطلع معي طبيعي. هذه لو بطلعها لازم أركب فيها صامولة وأضربها عشان أطلعها، ومنها أستفيد إنه أجيب عليها مقاس، لأنه أحيانا يكون فيها مقاسات تختلف. فكيت واحدة كانت متآكلة فعشان أغيرها، ما عندي إلا سنتين اللي كويسة. طبعا المشكلة هنا مكان ضيق في الخلفية، مكان ضيق، فاستخدمنا شوية الدق، لكن في التركيب
ما ادري كيف والله يستر بس راح يتعبنا التركيب. على العموم هذا الان المقاس واخذ عليها صاموله راح نشتري 3 حبات عشان عندي هنا 3 أو 2 خربانه والثالثه كانت على الوشك وراح برضو نشتري نفس المقاس حق الفحمات اللي كانت جت بالغلط. بخصوص الجينيسيس ومشاكل الجينيسيس في الصواميل هذه والمسامير، المسامير قول ممكن متوفرة في أغلب وكلاء الهواندا والكيو، لكن تبقى الإشكالية الصواميل هذه حقت الجنط سيارة الجينيسيس، أن المسامير هذه أو الصواميل هذه ما هي متوفرة فيعطوك صواميل عادية، والأغلب كان يعاني منها، حتى ممكن بعض الأحيان تضطر إنه تسوي طلبية، لكن سبحان الله طبعا المسامير هذا رقمها من كيا وهونداي هذه رقمها، لكن الصواميل هذه جبناها من تايوتا وتركب بنفس المقاس بالملي ورخيص، يعني الأصلي وكالة ب10 ريال للحبة، يعني بدل ما تعاني تطلب طلبية المسمار حتى ممكن المسمار هذا تلاقيه في التايوتا، ما دام الصامولة هذه موجودة في تايوتا معناته المسمار راح تلاقيه، لكن إذا ما لقيته فهذا رقم، هذا رقم المسمار اللي هو هذه حقت الجينيسيس، طبعا هي ممكن موجودة لأغلب السيارات حق الكيا والهونداي، لكن الإشكالية في الصامولة هذه فوجدناها في قطع غيار تايوتا وراح أوريكم الآن الرقم. هذه رقم القطعة حقت الصامولة هذه تركب على سيارات الجينيسيس أو ما شابهها من السيارات اللي جنوطها الصواميل حقتها بهذا الشكل. هذا رقم القطعة طبعا أخذت حبتين كان متوفر في قطع غيار معين وأخذت القطعة الثالثة، طبعا كان أحتاج 3 مسامير وأيضا هذا نفس الكود، طبعا سعرها في لحظة هنا 10 ريال مع الضريبة، وهنا حبتين أخذتها مع الضريبة 25 ريال، فسعرها ما شاء الله تبارك الله يتراوح ما بين 12 إلى 13 ريال إلى 10 ريال مع الضريبة، فبدل ما توجع راسك تطلب طلبية تنتظر أو تحط لك صامولة قصيرة حقت الجنوط الأخرى وتخرب معاك الجنب. احنا ركبنا صامولة ومسمار على جنس 2016 وركبنا عليها المسمار أو الصامولة العادية وللأسف بعد فترة خربت، فالحين إن شاء الله راح نركب 3 مسامير اللي عندي الجديدة في هذا المكان. طبعا للأمانة شوية تركيبها صعب شوية، لكنه أهم شيء بس السنترة حقتها الدخول من هنا، إذا دخلت خلاص تقدر تستخدم الصامولة وتشدها لين يركب معاك في المفرق. طبعا هذه اللي عندي مكسورة السابقة، طبعا هذه برضو القديمة، وهذه اللي انكسرت معنا أثناء الفك، وهذه اللي أخذت عليها أنا مقاس كان برضو السنة حقتها متآكلة أو صار فيها مشكلة، فالحل إن شاء الله بسيط وموجود ومتوفر من قطع سيارة شركة تايوتا وبأقل تكلفة. هذا حتى جبت الفحمات الأصلي وكالة نفس القطعة هذه هنا كانت أول القطعة غلط، وهذه أصلي الشعار الجينيسيس سعرها حدود 400 وشوية مع الضريبة، طبعا هذه الفاتورة حقتها سعر الفحمات 348 بدون ضريبة مع الضريبة 366، الإجمالي كلها مع المسامير، طبعا حط برضه هنا مسمار كفر حط 3 حبات سعر الحبة 6 ريال مع الضريبة 18، طبعا العدد 3 18 مع الضريبة كلها طلعت 420 ريال 420. فالحين راح أركب أنا أول شيء المسامير وبعدها راح أركب الهوب وراح أركب الفحمات الجديدة. طبعا عشان أركب المسامير الجديدة لازم أطلع الصاجة هذه عشان عملية دخول المسمار في مكان ما يعيق شيء من وراء. طبعا استخدمت الطريقة هذه حطيت صامولة أكبر ووردة أكبر عشان لما أشد المسمار يشد لي أو يفزل لي تثبيت المسامير يكون بهذا الشكل. فالآن عندي هذا واحد، هذا الثاني، وهذا الثالث.
على هذا عندي ثلاث مسامير سنترة زي ما كانت. تم تركيب الهوب، تشحيم المسامير، هذا مسمار الهوب، تم تركيب المسمار الكليبر السفلي العلوي. الحين راح اركب ان شاء الله الفحمات الجديده. ركبنا الفحمات، طبعا هاي الصاجه الجديده، هذا الجديده، هذا الخابور، هذا الخابور، وهذا التيله، وهذا التيله، وهذا الفحمات الجديده الان بعد التركيب. الان راح اركب القاعده هذه. نفرم تركيب الحماية الخلفية أو القاعدة هذه من جميع المسامير. أنا راح انتقل على الكفر الأيمن عشان أركب بس الفحمات.